وإذ نجتمع مجددا من أجل مناقشة نضال شعب الصحراء الغربية من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير. هذه الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في أفريقيا، ولم نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير وضمان تحرير وطننا. إن حزبي يبقى عقدنا الالتزام من أجل تقديم الدعم للشعب الصحراوي في نضاله. نركد على التزامنا بإنهاء الاستعمار وضمان حق تقرير المصير وتحرير الصحراء الغربية. لقد سافرت إلى مخيمات تندوف مرتين في مايو أيار 2022، حضرت المؤتمر العاشر لاتحاد الشباب الصحراوي، وفي يناير 2023 حضرت المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو في ولاية الدخلة. إن الوضع الذي يعاني منه الشعب الصحراوي بعد نصف قرن من الحرب والاحتلال العسكري والاستعمار والتطهير العرقي والتعذيب وتبديد الموارد الطبيعية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي هي وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي والنظام القائم على القواعد. الصحراء الغربية تبقى منفصلة بجدار يبلغ طوله 2700 كيلو متر، والمقاومة ضد الدولة القائمة بالاحتلال أي المغرب مهمة. وفي هذا الصدد أعلن الرئيس ترامب عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهذا انتهاك للقانون الدولي. وفي ظل انعدام اليقين والعنف، من المهم بالنسبة للأمم المتحدة أن تضمن السلم المستدام في الصحراء الغربية، ولا سيما عملا بالقرار 15/14 للجمعية العامة والقرار 26/25 محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم في الاتحاد الأوروبي تطرقت إلى مختلف هذه المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الصيد الأوروبية في سواحل الصحراء الغربية. كما أن الرأي الاستشاري أشار بأنه ليس هناك روابط قانونية مع المغرب ولا مع موريتانيا من شأنها أن تؤثر في تنفيذ القرار 15/14 المتعلق بالصحراء الغربية. الجمعة الأخير محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير مصيره. كما أن المحكمة أشارت إلى أن تنفيذ اتفاق دولي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في الإقليم الصحراوي يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، وهذا لا ينطبق على الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، أي في مسألة الصحراء الغربية. نقر بطبيعة نضال الشعب الصحراوي كجزء من نضال تاريخي لإنهاء الاستعمار وتقرير المصير والتحرير. حرية أفريقيا ليست مكتملة لن تكتمل إلا بحرية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في هذه القارة. شكراً.